جميع الخيام وجميع الساحة. 50 مليون على اللي يعتدي له على واحد متظاهر سلمي، لا بيده تفقه ولا بيده سلاح، طالع مخلي عرض روحه للناس ومعرض روحه للأحزاب وشايل له علم. من يتخذ واحد وياه هيك اجراء؟ احنا اتفقنا ذول المجتمع اللي احنا اولادكم، احنا بينا الساده البشوي كلهم ويانا بالمظاهرات، بينا العشائر كلها، احنا خلينا 50 مليون، وهذن ال50 مليون كرامه لكل متظاهر. انتم ظليتوا ساده، اذا عندكم جواب جاوبوا، واذا ما عندكم جواب انا كمل. اليوم 24/12/2019 تم تحديد مبلغ ثانية على كل من يعترض، على يعترض لمتظاهر أثناء قطع الطريق بالسب أو الشتم أو التعدي أو حمل السلاح أو الدهس، فسيكون الفصل 50 مليون دينار عراقي باجتماع شيوخ ووجهاء النجف العشرة ممثلين ساحة الصدرين اليوم 24/12/2019.